بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الشباب يمثل مرحلة القوة والحيوية، ومرحلة العطاء والبذل والقدرة على تحمل الأعداء. من هنا فقد كان من حق الشباب أن يعرف الأمانة التي سيحملها. وقد ذكر الله تعالى نماذج رائعة للشباب، ضربوا أمثلة شتى في الفضائل. فهذا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الذي ضحى بنفسه بعد أن بلغ مع أبيه السعي، وعرض عليه أبوه الذبح، فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هكذا بيقين وثبات، كأنه يقول لأبيه: نفذ الأوامر التي عندك ولا تسألني، افعل ما تؤمر وتجدني إن شاء الله من الصابرين. وحدثنا القرآن الكريم عن شاب آخر، هو يوسف عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الشهوة، سعت إليه ولم يسعى هو إليها. كان سيدنا يوسف عليه السلام مخيرا بين محنتين، محنة في دينه ومحنة في دنياه. محنة في دينه أن يزني ويكون من الفاسقين، ومحنة في دنياه أن يسجن ويكون من الصاغرين. فآثر عليه الصلاة والسلام محنة الدنيا على محنة الدين، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهؤلاء هم الشباب، وهذا هو وضع الشباب. الشباب هو عنصر القوة، هم دائما الذين يقومون بأعداء الرسالات. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا. أكبر الصحابة من المعروفين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان سنه، أي عمر يوم أسلم، 38 عاما، يعني ما زال قشر، وكان عمر أصغر منه بعشر سنوات. وعلي رضي الله تعالى عنه كان دون 10 يوم أسلم، وغيرهم كثير. لذلك كان على الشباب المسلم اليوم عبء كبير، وعليه واجب ضخم نحو نفسه ونحو دينه ونحو وطنه وأمته، وخاصة في هذا العصر. واجب أن يكتشف ذاته، أن يعرف نفسه ويعرف واجبه، ويعرف كيف يقوم به على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. هذا ما نأمله أيها الإخوة الكرام في عهد الملك الشاب محمد السادس حفظه الله تعالى ورعاه. واحتفاء بحلول ذكرى عيد الشباب التي يخلدها المغاربة في 21 من هذا الشهر من كل عام، فإننا نغتنم هذه الفرصة السعيدة لكي نسجل بمداد الفخر والاعتزاز بعد الدروس والعباد. من الدروس أن على أبناء الشعب، كلهم وخاصة الشباب منهم، أن ينهضوا من السبات العميق الذي غشيهم، وأن يساهموا تحت القيادة السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس في تقدم البلاد ورقيها
وأن يكونوا في مستوى الحدث في مستوى الشبابية. على الشباب المغاربة القاطبة أن يضعوا نصب أعينهم واجبات أربع محددة. الواجب الأول واجب الفهم الصحيح للإسلام، فدين الدولة هو الإسلام، وهو صمام الأمان بلادنا من كل الفتن والأهواء. في نفس الوقت الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام يعصم شبابنا من التهور والتنطع والقيام بأعمال لا تمت إلى الدين بصلة. والذي يجب أن يقوم بهذه المهمة هم العلماء والمفكرون الأتقياء والدعاة المخلصون. وعلى الدولة أن تدعم مسيرتهم بكل الوسائل المشروعة المتاحة، إضافة إلى تسخير الإعلام الوطني لهذه الغاية الثانية لنشر الوعي في صفوف الشباب اليوم في بلادنا. ولكن عندما ننظر إلى واقع الشباب من هذا الجانب، من هذا الواجب، واجب فهم صحيح للإسلام، نجد أن أغلب الشباب وفيهم خير، والله شبابنا فيه خير، ولكن لم يجدوا من يأخذ بأيديهم، من ينقذهم من براثم التلوث الأخلاقي، من الفواحش، من المخدرات، من الأفكار الهدامة ومن التشدد. لم يجدوا من يأخذ بأيديهم، فضاع كثير من شبابنا. ونحن كآباء وكعلماء مسؤولون عن هؤلاء الشباب. فإذا عرف الشباب الواجب واجبه في هذه الحياة أن يفهم أولا نحن في دولة إسلامية، لا بد لهذا الشاب أن يلتزم بالإسلام وأن يفهم الإسلام الفهم الصحيح. والواجب الثاني العمل بالإسلام. كما قلنا الواجب الأول الفهم الصحيح، كثير من الشباب لا يفهم. وكانت واحد تجربة احنا علاش، لأن الشباب ديالنا احنا اللي هو الفتن، خليناهم يعني انفتحت عليهم القنوات الفضائية، ما كاينش رقابة، يعني لم يجدوا من يأخذوا بأيديهم. واحد دار واحد عملية باش يشوف مستوى ديال التدين لدى الشباب والاهتمام ديال الشباب. اش دار هذا؟ خرج الشارع إلى عائلة وطنية، خرج وكيسر الشباب بالأخص يعني الشريحة ديال الشباب، كيسولهم جوج أسئلة. السؤال الأول أعطيني خمسة ديال اللاعبين ديال البارسا ولا ريال مدريد ولا اللعاب ديالهم، قال لي أعطيني خمسة ديال الأسماء. والسؤال الثاني أذكر خمسة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال باين، فيعني النتيجة اللي خرج بها عشرة ديال الشباب سألهم وسولهم، بقاهم كلهم كيعرفوا اللعابة، حتى واحد فيهم ما كيعرفش الصحابة ولو اسم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا كيبان في التجربة أن التدين عند الشباب والفهم الصحيح للإسلام يغيب، حيث ما كيقرأ لا في المدرسة لا في الثانوية، بعيد ما كاينش. ولكن الحمد لله هناك شباب آخر يقبلون على المساجد، يحفظون القرآن، فيهم الحمد لله اللي شاركوا في مسابقات تجويد القرآن الكريم ونالوا الدرجات العلى. ولكن مازال عندنا خدمة باش نحاولوا نقبلوا هذا الشباب المتهور، هذا الشباب الذي يحتاج إلى أن يعرف هذا الواجب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني العمل بالإسلام، الإسلام الذي يريد العلم الذي يثمر عملا، للعمل الذي يثمر الكلام والجدل، يريد المعرفة الموصولة بالقلب التي تحرك القلب والإرادة، التي قال الله عز وجل في أصحابها إنما يخشى الله من عباده العلماء. المعرفة المورثة للخشية من الله تعالى. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع صاحبه، حيث قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستعيذ بالله من المنافق العليم. قيل له يا أمير المؤمنين أيكون منافقا وعليما؟ قال نعم، عالم اللسان جاهل القلب. والواجب الثالث واجب الدعوة إلى الإسلام، وذلك بالقدوة الحسنة. أولا أن يكون الشاب مثالا في أخلاقه الكريمة، مثالا في عمله ودراسته، في نفعه لأبناء أمته
وكذلك بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والواجب الرابع: واجب الترابط على الإسلام، على الشباب أن تربطهم علاقة الأخوة الإسلامية وتسود بينهم روح المواطنة والتحاب والتفاهم في القضايا المشتركة. وإن اختلفت الرؤى والأفكار فالواجب على الشباب أن يوطنوا أنفسهم على المضي نحو المصلحة العامة والهدف الكبير للدين والوطن، ومساعدة هذا الملك الشاب على الإصلاح الذي يرفع رايته. اللهم يسر لنا أمرنا كله، واجعلنا في هذا الوطن من المهتدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، وأزارني الله وإياكم من عذابه المهين. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، في نفس هذا الشهر الذي يحتفل به المغاربة بذكرى عيد الشباب المجيد، تجسد وحدة هذا الشعب الأديب والغيور على دينه ووطنه في ذكرى أخرى عزيزة، ألا وهي ثورة الملك والشعب التي انتفض فيها الشعب ضد الاستعمار الغاشم بقيادة بطل التحرير والاستقلال محمد الخامس طيب الله فراه، رفقة وارث سره وولي عهده آنذاك الملك الحسن الثاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة الكرام، إذا وقفنا وقفة تأمل وتدبر عند هذه الذكرى وعند هذه المناسبات الوطنية، وحاولنا أن نستكشف سر النجاح، ما هو سر النجاح فيها، ما هو سر انتصار المغرب فيها ملكا وشعبا في مدة وجيزة، أمكننا أن نستخلص الدروس والعبر التالية. أولا، الاعتزاز بالانتماء لهذا الدين، هذه أول سر، أن الله تعالى جعل المغرب بلد استقرار، بلد يعني الله تعالى يسر الزاوية الأشياء، حياة كلها في تاريخ المغرب يعني كانت هناك انتصارات وكانت هناك وحدة، والحمد لله من البلدان الآن في العالم التي تعيش الاستقرار والأمن والطمأنينة هذا المغرب. وإلا انظروا ما يقع الآن في جميع الدول الأخرى، يعني كلها تعيش الفتن وتعيش اضطرابات وقتل ودماء تسيل. الحمد لله الله تعالى عصم هذا البلد من هذه الفتن، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الاستقرار. من هذه الظروف أننا يجب أن نعتز بالانتماء لهذا الدين، ورجعوا لي الحقيقة صراحة هذا المجتمع كله بعودته إلى الدين، نبقوا الدين في حياتنا، نتقدم والله نتقدم، نبقى فينا لا فقير ولا مسكين، نبقى لا إجرام، نبقى لهذا المسرملين يعني نقابل ديننا. ولكن إذا عدنا إلى ديننا الصحيح والتزمنا به وبالإيمان واليقين في الله مع الثقة في نصره وتأييده، كل هذه عوامل جعلت من المغاربة ملكا وشعبا يحققون هذه النقلة النوعية ويحصلون على هذا النصر التاريخي. الواجب أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن جل المغاربة آنذاك في فترة التحرير، فترة المقاومة، كانوا يشعرون وهم في تحركهم ومحاربتهم لهذا المعتدي أنهم يؤدون عبادة مقدسة. كانوا يتحركوا جنود المقاومة اللي قاوموا المستعمر، كانوا يعني يتحركون ويشعرون أنهم يؤدون واحد عبادة مقدسة هي الجهاد في سبيل الله، كانوا يجاهدون في سبيل الله تعالى. وكان المحرك الأساسي في هذه الثورة هو نيل إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وكانوا باستمرار يستمدون قوتهم وعونهم من الله تعالى. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك أي شعب مستضعف، أي شعب
مقهور ومتقص عليه العدو، إذا استمسك بالعروة الوثقى لا شك أن النصر يأتي من عند الله. وما غزة عندنا ببعيد، يعني ما وقع في غزة من دمار وخراب وموت الشهداء، باقي الشعب صامد، وهذا نصر لهذا الشعب، ونسأل الله تعالى أن يرزقهم نصرا دائما ومؤزرا إن شاء الله تعالى. ثانيا من خروج كذلك هذه الذكرى وحدة الكلمة ووحدة الصف، أهم حاجة تقدم الأمم عندما تكون كلمتها واحدة ويكون صفها متين، كما أن سر نجاح تلك الانتفاضة المباركة وبلو هدفها المنشود في أقصر مدة التفاف الشعب المغربي الوفي واجتماع كلمته حول ملكه. وهنا نقول مرة أخرى أن في الإسلام ما يكفي ويكفي، ولقد علمنا التاريخ أن أجدادنا المغاربة والمسلمين عموما إنما سادوا وشادوا بالقرآن المبين، واعتصامهم بحبل الله المتين، ولا سبيل للمسلمين للخروج من الحالة الحاضرة إلا بالرجوع إلى موارد الإسلام الصافية. الإسلام دين رحمة وسماحة، دين عدالة وسلام، الواجب علينا أن التمسك بالدين وقطع دابر الشك باليقين، وأن نلجأ إلى الله تعالى إذا داهمتنا الخطوب نأخذ بسنته الكونية لنيل المرغوب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن ديننا الإسلام الحنيف رسخ في عقيدتنا وغرس في أفئدتنا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر والظفر من كان على الحق واعتصم بالله وتوكل عليه، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن حسن العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة يكون لمن التزم بأحكام الله وشريعته ووفى بما عاهد الله عليه، فإن العهد كان مسؤولا. ثالثا تقدم أو تقديم مصلحة الوطن والمصلحة العامة، وثالث سر نجاح هذه الثورة المباركة هو تقديم مصلحة الوطن والمصلحة العامة عن كل ما سواه من المصالح الأخرى، وهذا الذي جعل سنتان من الجهاد والنضال المشترك بين العرش وشعبه تتوجان لجهاده المستمر حوالي ثلث قرن من الزمان. ويعود محمد الخامس رحمة الله عليه من المنفى معززا مكرما، رجع في يوم تاريخي جليل وفي يوم مشهود عظيم، عاد متوجا بإكليل العز والانتصار، وحاملا في قلبه وفكره ويده مشعل الحرية وبشارة الاستقلال، وهو يردد ما جاء في الأثر: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وكان يقصد رحمه الله بذلك جهاد النفس وتنمية الوطن وبناء المغرب الحديث، وكان يلهج بحمد الله وشكره تاليا مع شعبه الوفي قوله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. عباد الله، إن النظر إلى المصلحة العامة وتقديمها في كل الأحوال هو سبيل، وهو السبيل لتحقيق التقدم والرقي المنشود. وإذا أردنا أن نحقق الخير لديننا ووطننا الواجب أن نتخلص من أنانيتنا وحب ذواتنا، فمن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات حقيرا، ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات عزيزا كريما. لقد علمنا دين الإسلام أن أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم لله وأنفعهم للناس، أقواهم خشية وطاعة لله، وأكثرهم اتصافا بكريم الفضائل وجميل السجايا وحسن الخطاب. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم أنفعكم للناس. وانطلاقا من هذه المعاني الإسلامية وهذه الدروس التاريخية، نتوجه إلى الله تعالى أن يجعل عهد أمير المؤمنين الملك محمد السادس عهد خير ويمن وبركة، عهد الاعتزاز بالإيمان والثقة في الله تعالى، عهد الوحدة والاستقرار، وعهد التضحية والبذل لمصلحة البلاد والعباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عباد الله،
صلوا وسلموا على من أكرمكم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بمحبة أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف بنا عن نهجهم يا خير مسؤول. اللهم وفق عبدك محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ به البلاد، واقضي على يديه مصلحة العباد، واجعله ضبا على الفساد. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وقيد له بطانة صالحة، للحق آمرة وللباطل ناهية. اللهم ارِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وارِ الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملك الراحل الحسن الثاني ووالده محمد الخامس طيب الله ثراهما. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين وقادتهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما فيه الصلاح والفلاح. اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك ونهج أسلاف هذه الأمة المشهود لهم الخيرية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، وطهر بيت المقدس وجميع بلاد المسلمين من الصهاينة والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلح أحوالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وسدد خطانا على الخير. اللهم رد لشبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح شباب هذه الأمة. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، وأدي الدين عن المدينين، واشف يا رب كل مريض من مرضى المسلمين، وانصر عبادك الموحدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.